السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد في قناة زراعة. قناة زراعة قناة مختصة في الزراعة وأساليب الزراعة الحديثة ومعلومات زراعية راح تعرفها إن شاء الله لأول مرة. اليوم راح أتكلم عن طريقة تكثير التين بواسطة العقل. فيا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. ورجعنا لكم من جديد للحديث عن طريقة تكثير التين بواسطة العقل. التين يتكاثر بواسطة ثلاث طرق، العقل زي ما احنا شايفين عندنا هون، وثاني طريقة عبارة عن الترقيد الهوائي، وثالث طريقة بواسطة السرطانات. فاليوم راح نحكي عن طريقة التكاثر بواسطة العقل. شجرة التين شجرة موسمية متساقطة الأوراق، ثمارها غنية بالفيتامينات والألياف، ويتم استخدامها كعلاج أيضا ملين للجهاز الهضمي. ثمارها غنية وكثير لذيذة، وثمرها يعني مرغوب عند الجميع. فجبت لكم اليوم طريقة تكثير العقل بواسطة الماء، يعني ما بنحتاج أي أشياء غير العقل. بنحتاج بوتل يعني زجاجة، وبنحتاج ماء، وبنحتاج طبعا مقص لأخذ العقل من شجرة التين اللي احنا بنحتاج ناخذ منها العقل، وأيضا بنحتاج إلى حبة أسبرين لأنه بنشط النمو وبساعد في عمل الجذور. فإن شاء الله راح نبلش معكم، راح ناخذ من العقل الطرفية زي ما احنا شايفين عمر سنة لسنتين، وراح ناخذ من العقل الخشبية الموجودة معنا. فراح نجرب على الطريقتين، على العقل عمر سنة لسنتين تمام، والطول بيكون من 20 سنتي ل 30 سنتي او 35 سنتي. انا حبيت اشرح لكم هاي الطريقة في هذا الفترة او هذا الوقت، بسبب انه هاي العملية بتنجح من شهر 2 لشهر 4. فكثير بنصح بالجميع بدل ما يروح يشتري شتل التين او نوع معين، اذا عندك شجرة تين قريبة او حبيت ثمارها فبامكانك تاخذ عقل ويتم عملها. فطريقة جميلة جدا، طريقة كثير حلوة، ما بتحتاج او مش مكلفة، يعني ما يعني ادواتها سهلة وموجودة عند الجميع يعني، وسهل استخدامها. فعقل طرفية وفي براعم زي ما احنا شايفين هاي البراعم، فراح نقص هاي عمر سنة لسنتين، فراح نقص تحت البرعم بشكل مستقيم، بشكل مستقيم زي ما احنا شايفين. هاي صار عندي عقلة من عقل التين، يعني كثير سهل العملية، بقصها بشكل متساوي. وفي هاي عندنا راح ناخذ من العقل الخشبية برضو نفس الشيء، يعني ننزل من تحت البرعم بقليل زي ما احنا شايفين. هي عقلة خشبية، يعني بإمكاننا ناخذ عقل خشبية أو عقل من سنة لسنتين، بس أنا بفضل العقل السنة لسنتين بتكون أفضل طبعا. هي عقلة بقصها بشكل متساوي عند البرعم، تحت البرعم بنقص أيضا، هي نفس ما حكيت لكم، هي عقلة أخرى تحت البرعم بشكل متساوي. هي صار ثلاث عقل، يعني بإمكانك تعمل أكثر من تحت البرعم. زي ما احنا شايفين يعني تقدر بإمكانك، أما العقل الخشبية بإمكانك تقصها بشكل زي ما احنا شايفين بشكل مائل في العقل الخشبية، ومن تحت تحت البرعم بشكل مستقيم، بشكل مستقيم زي ما احنا شايفين. يعني انا اخذت العقل تاعاتي هي هون اللي راح نستخدمها. فهاي الطريقة سهلة جدا، سهلة الاستخدام، كثير ممتازة، بنصح الجميع فيها، خصوصا انه عقل التين متوفر عند الجميع. التين يصلح زراعته في جميع الاراضي، ولكن الافضل شيء الارض الرملية، يتحمل العديد من الظروف الجوية الباردة يعني، وبتحمل الظروف الحارة. فيعني شجرة التين شجرة مباركة ذكرت في القرآن زي ما احنا شايفين. حطينا العقل تاعتنا، هاي العقل الموجودة، بدنا ناخذ هاي العقلة، هاي عقلة خشبية
حطيناها. يعني بإمكانكم إحنا نجيب وعاء أكبر أو يعني حسب الكمية، فبس أنا عامل 3 هون أو 4، فبنجيب ماء صالح للشرب بنغطي فيه فقط اتجاه عقلتين، يعني ما بنغطي فيه كامل، بنغطي فقط اتجاه عقلتين، يعني ما بنعبي القارورة كاملة، بنعبي فقط يعني تغطية عقلتين زي ما احنا شايفين. دير الماء شوي، بعدين بنحط نفس ما حكيت لكم الأسبرين. الأسبرين بنشط الجذور، بنشط الجذور، وهاي بتساعد في تنشيط الجذور. نكمل. هاي حطيناها هون وعبينا بمقدار زي ما احنا شايفين هون عقلتين او هاي برعمين حطيناها، وراح بتتم تركها لمدة 40 يوم ان شاء الله. راح اشرح لكم فيديو ثاني في النتيجة اللي ظهرت عندي، وبتم وضعها في اي مكان انت بتحتاجه او اي مكان انت بتشوفه مناسب، فبامكانك تحطها فيه، وان شاء الله راح اورجيكم النتيجة بعد 40 يوم. هسه خلال هاي ال 40 يوم كل اسبوعين بتم تجديد الماء، بتحط كمان ايضا حبه اسبرين جديده، وايضا نفس يعني ليش؟ حتى احنا نمنع نمو البكتيريا الضاره، فكل اسبوعين بنجدد مي، بنحط اسبرين كمان مره. فراح ان شاء الله اشرح يعني اورجيكم بعد 40 يوم ان شاء الله فيديو ثاني كيفية زراعتها في الأرض الدائمة، وراح أورجيكم إن شاء الله التجديد فيها. طريقة سهلة جدا، ما بتحتاج أي شيء، غير مكلفة وسهلة وبسيطة، وبالنوع اللي أنت يعني ممكن تفضله أو تحبه. فبتمنى لكم إن أعجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، وأي استفسار أو أي ملاحظة تكتبوا لنا إياه في الوصف. استغلوا هاي الفترة من شهر 2 لشهر 4 في عمل العقل، وإن شاء الله تستفيدوا من هاي الطريقة، وشكرا لكم.